من غير الإصلاحات تنجم تكمل أما على حكاية التعثر ما فماش تعثر أما باش تكون بلاد متوسطة بلاد تعمل في 2% 2.1% مستوى متعايش عيش باش يكون متوسط باش يجرك مخاطر نتاع هجرة نتاع تالون نتاعك لبرا باش يأثر على المنظومات الاقتصادية وعلى التعقيد الاقتصادي اللي هو أكبر مكسب بالنسبة لتونس واضح. أنا اللي نحبوا لتونس وديما قلت راه تونس تنجم تعمل 5 و 6% تنجم تعمل حتى 7% حسب جميع الدراسات والمؤشرات اللي عندنا الكل. اذا كان ما نخلطش نعمل 5 و 6% بالوضعيه الحاليه ما نعملش افلاس اما باش نقعد 2% مش هذا اللي يحبوا التوانسه، التوانسه <applause> يحبوا يعملوا 5 و 6% معناتها لا نيونس لا ما مانيش مانيش يا كحله يا بيضه مش 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 الدمار وما فما حد شيء في تونس باش تفلس. <applause> آه وموش في وضعية أنه تونس نجم تعمل في المئة اللي يحبوا عليها تونس اللي وقت نكونوا قادرين باش نخلقوا دي زومبلوا دو كاليتي <applause>